سلام سلام. اليوم عندنا الصندوق السحري. واو، راح نوريكم شنو فيه داخل صندوق المفاجآت. وراح سلام انا وياكم بعد، ايش رايكم؟ عندنا شيء خطير طبعا. سلام عليكم. شوف اللي شنو كتبنا. كتاب المدرس مع العصا مع القلم. وين راح؟ مع القلم. اوكي خلنا اوكي خلنا نتحركون. طالعوا خلنا نفاجئ ونقول لكم شنو عندنا مخبين في الصندوق. اوكي ايش رايكم؟ عندنا صندوق فيه مفاجآت وفجأة غريبة، لا تتخيلون يعني مفاجأة. وبس عشان نعلمكم احنا شلون نبي المفاجأة تصير. اوكي طبعا احنا مفاجأتنا طبعا ما تخطر على البال، بس احنا عندنا كتب ندرس اللغة الإنجليزية من الصفر إلى الخمسة، آخر مرحلة في الإنجليش نتعلم. بس شلون نتعلم؟ شلون طريقة قديمة، كتاب وقرأ وحركات بس ذا ما أجيب ناتج جديد. الحين امسك يلا تعلم، تحدوك تحدو يلا. شلون نتعلم؟ توقع ان نتعلم بس الموضوع في الموضوع الجديد او الموضوع المهم في التعليم. احنا تطور كل شيء واستفدنا من موضوع جدا مهم. اللي تطور عندنا صار اقدر اتعلم انجليزي بدون كتب، بدون كتب. رقم اثنين بدون، يمكن حتى بدون معهد، بدون اي وسيله غير هذا السر. انت تكتب بالايباد، السر الخطير طبعا بالايباد. في برنامج اسمه تكتب بفلوس طبعا. كلهم عندي برنامج يقولون في كمان جوال العاب هنا. هذا البرنامج الخطير طبعا، ما بتتصورون شلون. طبعا اللي يقرا يقول في عصفوره في زمان، واحنا نقول احنا في ذا الزمان والمكان. حدي الكتاب في الصندوق استاذه زينب، خذي الايباد. عندنا تطور، حتى استاذ ما يبي له يراجع، ما يبي له يدقق في انذار تحذير اول ان ثاني. ما في، خلاص انتهى كله، حطيناه في الصندوق. عندنا الايباد السحري الخطير، البرنامج الرهيب. طبعا تركوا الكتب عشان اوكي. انت عندك برنامج صح؟ لا فايده بس في المدارس والجامعات، بس في البيت عندنا تطور قوي. الايباد السحري، بدل ما نلعب ونتابع وما نستفيد، على الأقل ندرس لو ساعة كل يوم. اتفقنا مع النملات ذي ان راح كل يوم ساعة. عندنا كورس طبعا راح بنشرح عليه داخل لما نتكلم. احنا اول ما دخلنا على البرنامج هذه الصفحة من
وسألني كذا سؤال وأي لغة أحتاج أتعلمها. ركزوا معي شباب، أوكي؟ إن بنبدأ من الصفر لأنه حجم أطفال اللي بيتعلمون. بنبدأ من الصفر إلين مرحلات الجامعة، وفي 8000 كلمة إنجليش راح نتعلم. بس الطريقة الرهيبة والمفاجأة اللي كانت في الصندوق هنا طلعناها، برضو في مفاجأة. المفاجأة عجيبة، أوكي؟ إنه بنتعلم بطريقة جديدة برضو، مو بأي تعليم. في برامج واجد تعليمية، بس البرنامج الخطير ذا بطريقة حلوة عجبتني، إنه راح نلعب ونفس الوقت هو لعب وتعليم. هذا اللي عجبني في مراحل وحدات وتقسيم مؤسسات وقواعد، مراحل حركة حلوة، والألعاب صايرة كتعليم. أوكي، تمسكي كذا بس، أوكي، طلعي معايا. أيوة بس مسكي. أوكي نبدأ. بسم الله. أوكي بدأنا. أبل. خلنا نشوف نتأكد قبل. مستعجلين انتو شباب؟ قولوا لهم مستعجلين؟ مستعجلين؟ لا احنا نبي نتعلم. هو ايش قال حبيبتي؟ أبل. وانت؟ أبل. وشنو أبل يعني بالعربي؟ تفاحة. شاطر شاطر. ونختار التفاحة. طيب ونشوف ويقيمنا. طلع رائع جدا. المتابعة رجع تعال خلنا نتعلم. خلنا نتابع اللي شي. شنو معنات شي؟ طبعا احنا دخلنا في كلمة عبارات كلمات بسيطة، فلازم نركز ونروح نعلمكم شنو هي شي. شي يعني هي امرأة ينادوها شي. هي يعني هي شمس. صح شاطرة. شمس. هي هذه هي شو متحقق؟ ايه. اكيد. يلا واو رائع جدا. طيب المرحله بعدها she is a girl. يعني هو يقول هي فتاة. لا هي فتاة. ايش رايكم؟ هي شي فتاة جير. اوكي هي فتاة. نتحقق. واو رائع جدا. في اول بداياتنا نبدا من الصفر وماخذين علامات خضراء، يعني تفاؤل خير جدا. راح نتقدم ونتطور وراح نتعلم. رحمك الله زينب. طيب الحالة اللي بعدها He is a boy. إنه ولد. هو أنا هو يعني هي هو والشي هي، فنأخذ هو ولد. أوكي رجع. أوكي يلا نختار. أنت هي أول شيء. لا غلط. أول شيء نأخذ هي. صح. كي أنا الحين شنو نأخذ؟ ولد. شاطر. طلع رائع جدا. رائع. طلع على أوه ماي جاد. طيب الحين المرحلة اللي بعدها. طيب. Eat. أتوقع أنا ياكل صح؟ ياكل. دقيقة. دقيقة. ياكل. أكل. نأكل. كل. ايوه كل. واو رائع زين اختارتها. كل ونأكل هي نفس العبارة طبعا. She's a woman and I am a girl. بنتعلم احنا ما نبي نلعب زين. طيب قالت جرو. خلنا نعيد ثاني. She's a woman and I am a girl. صعب جدا على المستوى ذيلي، بس راح نتعلم جزء جزء. شي هي يعني هذه هي صح؟
woman هي امرأة. دقيقة امرأة. أيوة هذه يلا اختريها. أيوة هي امرأة. she هي امرأة woman. زين and I am وأنا girl وأنا كم زين وأنا بنت. شوف حطها بنت. شوفها بنت. يلا اختار بنت. هذه بنت بنت هذه هذه شاطر. خذنا 6 نجوم شاطرين. تارو when I eat. دقيقة ناخذها بالبطيء. لين أقول لكم اضغط زين. لا حد يضغط. أوكي خلعين. تارو تارو and I eat. Again, again, again. Sure. Taro. 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 And. I. Eat. Eat. How did you? Eat. Wow, جيد. تعني أنا water وأنا آكل. Apple. خليك نقرأ معنا زينب. لا تضغطين. خلنا نتعلم إحنا. إحنا نقعد نقرأ نتعلم. طيب. Again. I eat an apple. I eat an apple. Okay. رائع جدا. يلا يلا انت. He is a man. هو رجل. وين هم نختار؟ هو دقيقة خلنا نتعلم. هو he هو رجل. يلا اختاره. رجل الرجل يعني man. الانجليز man والعربي رجل. هنا الرجل. اضغط. متحقق. مذهل. تغيرت الكلمة من رائع الى مذهل يعني شيء خطير. والله حلو التطبيق هذا جدا رائع. مذهل على قولته. Is he a man? هو رجل. وأنا رجل. نتوقع نحط ذي. لديك خطأ في إجابتك. هو رجل. متابعة. وهو رجل. أوكي أوكي أعطونا على تنبيه يعني. وأنا رجل وهو أهو رجل. زين ما كانت في كلمات بس وأنا رجل. أوكي مدهش. 10 على التوالي. واو خلنا 10. ما قلنا باي. إحنا يقول لنا أوكي. طيب. I am a boy and I eat an apple. يقول ليش أنا وصبي وأكل. صبي اختاره. صبي وأكل. واو هذه أكل التفاح. حط اختاري أكل التفاح. حطيت سنتين كام. أيوة اختار هذا تفاحة. شاطرين. أحسنت علامة. شاطرين. ونتابع اللي بعدها. ترجمة هذه الجملة. She is a woman. أنا امرأة. هي. Sorry. هي امرأة. اختاري هي. شنو اسمها هذه؟ امرأة. هي امرأة. الكلمة هذه شنو هي؟ هي. طيب في الانجليش she no she okay she طيب. امرأة شنو؟ woman. يعني woman شو يقولون؟ امرأة. لا امرأة. okay يلا.
عمل جيد، خذنا علامات جيدة. برافو كيان، برافو زينب. طيب ننتقل اللي بعد. يأكلون يأكلون كل تفاحة. تفاحة. كل تفاحة. إيد يعني أكل. كل. أبل يعني تفاحة. يلا قولي إيد. شنو إيد؟ تفاحة. تفاحة. أبل. شنو إيد؟ شو شو إجينا إيد؟ Eden apple. Eden apple. كل إيد قولي. أيوة. تفاحة. رائع 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 جدا. He is a man and I am a boy. He is a man and I am a boy. He is a man and I am a boy. Again. He is a man and I am a boy. هو رجل. هو رجل وأنا صبي. أضغط تحقق. لا لا أخضر. رائع جدا رائع. سليمة قام طلع بس ما قام طلع صور. طيب بس هو حركات أسلوبه حلو في التعليم، يعطي كلمات وتركيب في الجمل. في وحدات وفي أساسيات، فإحنا لسه يعني في أشكال في راح نجي نحن لسه عبارات. ما سمعت. Again. A man and an apple. A man and an apple. أنا رجل. رجل يأكل. A man and an apple. أيوة. عمل رائع مثالي. خلصنا المستوى اليوم وخذنا عمل رائع جدا وراح نشوف شو بيعطينا. اوه قد اكملت الدرس. واو 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 حركات والله. هذا اقول لك يعني اعطوني 20 اكس بي التي حصلت عليها. النتيجة مثالية اليوم، خذنا 100% ما شاء الله ما شاء الله. فالموضوع انه في كل اسس وكل حلقة راح يبين لنا دروس وصور تمثيلية بحيث انها توصل للكلمة اسهل، بحيث نبدأ من الصفر الى مستويات الجامعة. وراح تتابعون ان شاء الله كل يوم وراح تستفيدون معانا بدرس الانجليش من الصفر. ونعطيكم قلوب على قولتها. اوكي قلوب. ويلا سلام. انا بسوي سوي ما بعرف اطفي.